من الام تي في برحب فيكم بحلقه سكور لليله يلي رح بتكون مخصصه لرياضه السباحه مع عدد من ابطال لبنان وبعض الامال الكبيره في هذه الرياضه. بالطبع نحن الاسبوع الماضي حكينا عن انطوني شويري، حكينا ايضا عن ابرز الاسماء يلي قدرت انه تحقق نتائج للبنان بالرياضات. البينبون عم بيلعبوا اليوم ببطوله العالم، للاسف الانوار وزاره ما عملوا نتائج جيده للبنان بالكره الطائره، ولكن بالرياضات الفرديه عم نشوف نتائج مع منتخبات للبنان وانديه عم آمن في هذه الرياضة. بالطبع رح منكون مع جورج يازبك مدرب وطني ورئيس الـLSA اللي هي أكاديمية لبنانية للسباحة. بونسوار جورج. بونسوار. يعني اليوم أنتو بالإضافة لنادي جزيرة ونادي ريمال وبعض هالأندية من أبرز الأسماء اللي عم تعطوا لرياضة السباحة. اليوم بدنا نفوت بالعمق مع نادي المطايلة كونتري كلوب والـLSA، شو عم تعملوا نتائج. هيبا دواهي بونسوار. بونسوار. نحن وياك، انت كمان من ابطال لبنان في هذه الرياضه. بدنا نحكي نحن وياك، انت اختها لجابرييلا يلي استضفناها مره وكانت عم تعمل نتائج منيحه، هل بدنا نشوف انت بتحبيها ام لانك اختها لجابرييلا؟ انت وسيمون. بونسوار سيمون. كمان سيمون دواهي من ابطال لبنان في هذه الرياضه. بدنا نشوف لانه جابي شطوره، انتم هيك او لا انتم بتحبوا السباحه؟ وريبيكا مزر. بونسوار ريبيكا. بونسوار. انت بطله لبنان باي مسافات؟ بالمسافات القصيره 50 100 يعني هن اصعب شيء مبدئيا. انه ما اصعب شيء. جورج، وقت كنت عم بقرر انا وياك نعمل هذه الحلقه كنت مصر انه يكون في اسماء صغيره معنا بالحلقه. اول شيء هيك بنحمس الاهل، بنحمس الاولاد، وشو الهدف انت من وراء انه يكونوا كل الابطال الصغار معنا اليوم؟ نجيب، مثل ما بتعرف قطعنا قبل مع الجنراسيون اللي قطعت قبله ان هن اكبر، كانوا يطلعوا اخذوا حقهم مثل ما لازم ان جنرال، بفضلكم يعني بفضل الام تي في بفضلك نجيب. ورجعنا هلا بدنا نعطي مجال لهالاسامي الجديده اللي عم تطلع وهي ناجحه وما بتخف ابدا 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 على المستوى اللي قطع قبل، بالعكس منيح مثله واحسن كمان. وعندنا بعد جيراسيون جديده بعد كمان طلع هو الصغار اللي كنتوا بسلطنه عمان. نحن انت وياهم على كل حال انت عم تقول بفضلنا، نحن بس نحن مرقات. إذا أنتم بتعملوا نتيجة بتنعكس عبر للمشاهدين عبر الام تي في، بس نحن أكيد ما بنجيب ناس يجوا يحكوا وما بيعملوا نتائج، أو بنحكي عن اتحادات بتجنس ثلاث أربع لعيبة تقدروا يكفوا بطولة وما بعرف كيف يجيبوا المصريات، هيدي نحن ما بنحكي عنها، نحن بنحكي عن الأبطال. وبعرف كم ساعة عم بيتمرنوا أبطالك كل يوم، خبرنا شوي قبل ما نفوت نحن وياهم بالتفاصيل عن هذه الأكاديمية اللي هي برعاية أيضا أحد سبونسرز تبع الام تي في. إي نجيب، عندنا الأكاديمية فيها كل الأعمار، كلاسز من learn to swim من تعليم السباحة، لا إذا الله راد حنبلش قريبا بالبيبي ناجور، يعني هي من عمر 3 أشهر ل 10 أشهر. وعندنا بيطلع بالمستوى بيتعلموا السباحة بالبيسك، يعني learn to swim بيطلعوا على تكنيك دو باز تكنيك دو ناج، وعندنا كلاسز كل الأعمار كل الأعمار، حتى عندنا ليديز وعندنا أكوا جيم وعندنا كل الأمور بيسبحوا كل عنا كل الأعمار. طيب كيف عم تقدر تكتشف هالمواهب؟ يعني شو الكريتير أو المعيار لاكتشاف أبطال جداد برياضة السباحة؟ هو بالتصميم، يعني بعتقد كل الضيوف معنا اليوم بالحلقة قادرين يحققوا نتائج ببطولة لبنان أو ببطولة دبي اللي كانوا فيها أو ببطولة تولوز اللي رايحين عليها. أكيد نجيب، عندك سيمون دواهي اللي هو بالمسافات الطويلة بالميد ديستانس وبالقصير جايب ذهبيات بكل الألعاب، جايب بالحرة من 1500 هو بطل لبنان مصنف صار له كذا سنه مع ارقام كثير حلوه لبنان وفي ارقام باسمه. ريبيكا مزهر بالبراس الفلاي الكرول مسافات قصيره وميد ديستانس، هبه طويل مسافات طويله ومسافات قصيره والفلاي يعني طالع طالع بالفلاي باذن الله حتى بالفراشه. بالفراشه. فاذا الابطال موجودين معنا وكل يلي اتحادات عندها الابطال وعندها الاسماء الكبيره نحن بنحب انه يكونوا موجودين معنا. قبل ما نتابع نحن وياكم جورج رح نتوقف مع اول تقرير، تقرير له علاقه بانتخابات الفيفا يلي كانت الحدث الابرز الاسبوع الماضي، وبنشوف كيف اصدقائنا العرب يعني بين الامير وبين الشيخ انقسم الملف الاسيوي الافريقي وربح البطل اذا فينا نقول الايطالي السويسري. انتخب السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو رئيس جديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالجمعية العمومية غير العادية اللي انعقدت بصالة هالين ستاديوم بزيورخ. وبعد انقضاء الجولة الأولى اللي حصل فيها إنفانتينو على 88 صوت متقدم بثلاث أصوات على الشيخ سلمان بن إبراهيم، عاد ونال 115 صوت بالجولة الثانية من التصويت مقابل 88 صوت للبحريني الشيخ سلمان. وحصل الأردني الأمير علي بن الحسين بالجولة الثانية على 4 أصوات، ومنيل الفرنسي جيروم شامباني على أي صوت، وكان أي مرشح بحاجة للحصول على نص الأصوات زائد واحد أي 104 أصوات للفوز بالجولة الثانية من التصويت.
وبحق 207 اتحادات وطنية فقط التصويت بالانتخابات بسبب إيقاف اتحادي الكويت وإندونيسيا من قبل الفيفا بسبب التدخلات السياسية بشؤونهم. وخلف السويسري مواطن جوزيف بلاتر يلي كان تولى الرئاسة لأربع ولايات متتالية من سنة 1988 حتى الثاني من حزيران 2016 حين اضطر للاستقالة تحت وطئة فضائح الفساد يلي ضربت أهم منظمة كروية بالعالم. وأوضح السويسري جاني إنفانتينو بعد لحظات على انتخابه رئيس للفيفا أنه رح يعمل مع 209 اتحادات وطنية لإعادة بناء مرحلة جديدة للفيفا. وايضا بدنا نقول مبروك للبنان بما انه السيده الاولى هي لبنانيه ايضا منطقه اشوف قريبه منكم انتم بالدامور. فخبرنا طيب اليوم المشاركات اللي كنتوا عم بتشاركوا فيها برات لبنان عن شو وين كانت اكثر شيء؟ كنتوا عندكم دبي والاسبوع الماضي بعدك واصل يعني من مسقط. مزبوط، كان عندنا بدبي من 10 ايام تقريبا، هي الهاملتون بتنظمها كل سنة بحمدان، كومبلكس كتير مجمع بيه. حمدان إن شاء الله يصير عنا مثله بلبنان بلا ما نحلم بلا ما نحلم. المهم بلا ما نحلم كنا بمشاركة كانت بكذا سبيح، منهم كريستال فغالي، يارا فغالي، فوزي، رالف فغالي، عندك بول فرنزيان، جابرييلا هليل، عنا سبيحة مستوى كتير حلو كانوا اللي قدروا يجوا معنا هلا اللي هن ريبيكا، هذه الصور جابرييلا هليل، هبه، السبيح الموجودين، عندك كريستال فغالي عم تقرام قياسيه هونيك للهاملتون للبنان، ريبيكا، كريستال بالنص، كريستال فغالي، هبه دويهي. فعم تعملوا النتائج، كنتوا بدبي، شو جمعنا كم ميداليه؟ جبنا كثير، جبنا ذهبيتين، جبنا لا سبع ذهبيات، تنقول سبع ذهبيات، خمسه برونز وثلاثه سيلفر. طيب هل هالشي بحمس الشباب وهل هالشي بيساعد المنتخب الوطني؟ هل عندكم استحقاقات للمنتخب الوطني قريبا؟ استحقاقات منتخب الوطني في جاي عندنا بطولة آسيا، بطولة العرب جاي بأفريل، جاي بطولة العرب، وبذات الوقت أوبن دبي اللي هن أكترية السباقات عم بتصير بالدول العربية بدبي أو بقطر لأنه عندهم المجمعات الجاهزة. الجاهزة مزبوط، احنا عندنا مجمع بس يلا هلا 15 سنه شيء ان شاء الله ان شاء الله الله كريم. وعندنا كنا بمسقط امبارح جبنا نتائج وثلاث ارقام قياسيه جديد للبنان. لمين مين سجلوا؟ جوزيف نادر، وكان في حبيب خوري جاب كمان، وفي عندنا عمر حماتي. جوزيف نادر عمل اربع ذهبيات، اثنين فضيات وبرونزيه. يعني جورج نتائج ممتازة لمنتخب لبنان إذا فينا نقول يلي عم بيصير عنده هيك أبطال كبار بيستفيد منه الاتحاد اللبناني للسباحة وأيضا لنادي الاسئي يلي عم بتشجعه هذه الرياضة وأكيد نادي المطايلب كونتري كلوب أصدقائنا وأحبائنا. فخبرنا أيضا اليوم هالأبطال هل عم بيضحوا؟ هلأ بدنا نصير نسألهم واحد ورا الثاني، التضحية كيف عم بتكون برأيك؟ أكيد نجيب عم بيضحوا كتير بالوقت اللي هن عم بيتمرنوا، غيرهم بيكون قاعد على البلاي ستيشن او بمول او عم بالسيني، بيشتغلوا كل يوم ديلي تريننج، نهار واحد رياحه، وفي منهم الاكبر شوي بيتمرنوا تسع تمرينات بالجمعه، هن عندهم سبع تمرينات مي بالجمعه، السبت بيتمرنوا تمرينتين، وعندهم ثلاثه دراي لاند يعني فتنس بقلب الجيم. خلينا نسالهم هبه، انت كم مره كم ساعه تقريبا بتعملي؟ بما انه انت يمكن هيك مسافات طويله شوي، انت ومتوسطه؟ لا انا مسافات قصيره، انه الاثنين الاثنين. طب كم ساعه بتتمرني؟ عم بقول جورج انه عندك سبع تمرينات، كم ساعه تقريبا؟ كل تمرين ساعتين. شو اكثر تضحيه عم بتقومي فيها؟ انه عم بعطي من وقتي لانه عم جرب، انه عم نبش على وقت اقدر اعمل يعني تلحق على كل شيء، على الدرس وعلى السباحه، لانه عن جد كثير في ضغط علينا وهيك. مع العلم انه بالاوائل بالمدرسه كمان، اكيد كل السبيحه تبعنا من الاوائل بالمدرسه، مش بار شانس، مش بالصدفه، لا هلا انه الماتير جريز كله بيتحسن مع السباحه ومع التمرين. وانت ريبيكا كم ساعه بتتمرني؟ كمان ساعتين. كمان ساعتين. طب وقت تكوني بالبيت بتفكري بالسباحه ولا بتفكري بالدرس؟ انه اذا بكون عم بدرس بفكر بالدرس، بس كمان بفكر انه كيف بدي الحق على سباحه ودرس بذات الوقت، مثل ما قالت هبة انه ضغط علينا، انه بنتمنى انه يساعدونا بهذا الشيء. ان شاء الله ان شاء الله خير. وانت سيمو كيف عم تتشيطن بالسباحه؟ مثل ما عم تتشيطن بالشجون؟ لا اخاف. كم ساعه عم تتمرن؟ يمكن انت اكثر واحد لانه بتعمل مسافات طويله، يمكن اكثر واحد. انت ساعتين و10 دقائق. ساعتين ونص ومن بعدها بترجع للدرس.
طب هل عم بتضحي بالاكتيفيتيز مع اصدقائك ولا لا؟ عم بتلحقوا على كل شيء. طب يعني واحد النتيجة والعبرة من اللي عم نقوله إنه واحد إذا بده يوصل لنقطة معينة في لاقي وقت لكل شيء. أكيد في لاقي وقت لكل شيء، في تصميم وإرادة. طب اليوم برأيك أنت السباحة بلبنان لوين فينا نوصل فيها؟ خلينا نكون منطقية وخلينا نحكي بشكل جيد، نحن عم نحكي مع أبطال وبعد شوي رح نحكي عن جابرييلا تنشوف اليوم بالفئة الأعلى لأنه قديه بعد قادرين يعطوا بلبنان، يعني وين الليميت تبعنا بلبنان؟ وين بيصير بدك مدرب ربما أجنبي، بدك كونديسيون فيزيك أفضل برات لبنان بأندية معينة؟ وين فينا نوصل بالسباحة مع الاتحاد ومع الأندية بلبنان؟ نجيب بقدرات الاتحاد هالقد، يعني بتعرف انت لازم يكون في تأهيل للمدربين اكثر، معسكرات للسباحه اكثر، قدرات الاتحاد تبعنا ما بتعرفها مثل قدرات البلد، هي هي مش قادرين نعمل شيء اكثر من هيك. اي شو بيكون في عنا ايفنتات برا عم نشارك فيها قدر الامكان، في اشياء بيتكلف فيها بس في عم في مشاركات جيده يعني الاكثر على حساب الاهالي، اللي هي الاهالي بيدفعوا عن كل شيء لانه عم بيتعذبوا هالولاد على اي ترجموا على التمرين والعذاب باوقات حلوه بمشاركات ايجابيه اكيد. ففي عنا جابرييلا دويهي عم تتحضر هلا على ريو اذا الاراد ان شاء الله الاوقات ساعدنا ونكون نحن من الناس اللي حيشاركوا بريو الاولمبيك تبع ريو، مثل ما اختها شاركت باليوس اولمبيك كمان بناينجين. وفي عنا اليكس الكسندر يونس سبيح ممتاز للبنان كمان بسباحة البراس، عمل ارقام كتير حلوه سجل ارقام، كمان عم يتحضر تيشارك باليوس اولمبيك جيمز ان شاء الله خير. فاذا لكل هالشباب نحن رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بالقسم الثاني تنحكي ايضا عن السباحه بلبنان مع الابطال ومع المدرب الوطني اللي عم بيكون معنا الليله. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكار مع السباحه ومع المدرب الوطني جورج يزبك. مساء الخير من جديد انت وهيبا وربيكا وسيمو، تنحكي عن السباحه. حكينا بالقسم الاول كيف عم يتمرنوا وكيف عم بيصير التحضير. طيب اليوم اذا بدنا حدا يتحسن ما لازم يعمل تريننج كامب، ما لازم يسافر، ما لازم يكون في تحضيرات مكثفه بمكان ما في السنه؟ بلا نجيب لازم يكون، بس ما بتعرف انه ما عندنا مطارح، في بيسينات مسابح وفي دورم قليل كثير بلبنان، عم نجرب هلا نحضر نحن شيء تنشوف وين بيسعفنا هالموضوع، يا ريت تعملوا لنا بالزعرور يلا قريبا هيك بدنا نشوف بالاداره باداره النادي بحاجه وخصوصا على الالتيتود كثير منيحه. بنعمل تريننج كامب، بدهم تريننج كامب الاولاد اكيد بدنا مرتين بالسنه اقل شيء، عندنا البطوله الكبيره هي صح. وبطوله العرب يعني بدك تريننج كامب. طب بطوله العرب عم بسمع كثير حكي عنها، اللبنانيه هل قادرين بظل التجنيس اللي عم نشوفه بالدول العربيه الاخرى انه نحقق نتائج منيحه؟ ولا نجيب حققنا وعندنا ارقام قياسيه بالبطوله العربيه، نحن ارقام قياسيه للبنان ولا لا؟ ارقام قياسيه لا بالبطوله العربيه، جابرييلا دويهي عملت بال 1500 وعندك جينيفر رز الله عملت بال 50 متر، ارقام حلوه للبنان، فما بيمنع ابدا ابدا نقدر نجيب ان شاء الله، الله يوفقنا ونجيب نتائج ونضل هالتمرين، بس اكيد نحن بحاجه كثير، هن عندهم مع كل المشاكل اللي فيها دول عربية عندهم مستويات كتير عالية لأنه الدولة ووزارة الشباب والرياضة والدولة والاتحادات عم تكب مصاري وبتضل تضخ، الوزارة الشباب والرياضة عندهم هي الأولى بتعرف. نحن الوزارة على راسنا وعيننا والوزير على راسنا وعيننا، بس المصاري ما عم تجينا كيف؟ ما في مصاري للوزارة، بدنا دعم طب اليوم الدعم من مين عم بيكون للأبطال الثلاثة؟ يعني سيمو بعرف وربيكا وهيبة، بس كل العيال الأهل بعتقد إن الدعم الأساسي ودعم هالنادي اللي عم بقدم لنا الفاسيلتيز تبعه. بنشكر المطيلب كونتري كلوب لانه هن بيامنين لنا المسابح بالصيف وبالشتاء والصالات على استاذ اديب اكيد استاذ اديب اديب ميلاد نعم بس بحاجه بعد اكثر واكثر واكثر، انت بتعرف حتى كثير نحن بنشتريهم في اوقات ناس بيقدموا 50% 50% ونحن بنكفي ال 50% يعني لازم يكون في بس بعد في لازم بدهم كثير اكثر من هيك. اليوم الابطال اللي عم نشوفهم يعني ربيكا انت هيبا وربيكا بتفكروا بعد فتره تفلوا برات لبنان تتمرنوا ولا لا؟ هون هون بتضلوا هون وانت كمان انا سيمو بقول بدك تروح للمسافات البعيدة ولا هون؟ يعني هون برأيك أنت بعد فينا، برجع بسألك إيه نفس الشيء، يعني اليوم وين الحدود تبعها؟ إن كان عندكم بالنادي وإن كان غير أندية، هل فينا نوصل لطموحاتنا الكبيرة من لبنان؟ يمكن إذا جبنا مدرب أجنبي وصار عنا مجمع إيميل لحوت خلص هون بالمنطقة. ليش عم تروح على طول عم تدرب الأجنبي؟
كيف بده يتحسن الواحد اذا ما صار في احتكاكات اجنبيه؟ يعني انتم ليه رحتوا على دبي؟ ليه رحتوا على صنعاء؟ ليه رايحين على تولوز؟ ليه رح بيكون فيها المشاركات بالصيف؟ مش الاحتكاكات لازم تكون؟ نحن اوقاتنا بالصغار احسن من برا، ما عندنا هالمشكله. نوصل لمطرح مزبوط عمره 13 سنه وطالع، بخف عنا الدوز، بخف هالسبيحه. ليش؟ درس، درس كثير مكثف، معنا سبور اتيود بعد، انت بتعرف شو سبور اتيود نجيب كثير منيح، وهقديش هي بتفيد هالسبيحه. بس ما في مدرسه بلبنان، ما بعتقد في شيء مدرسه ابدا، والاتلات كلهم بالبلد حتى بالجامعه. نحن بناخذ اذن من المدرسه نص ساعه تنتاخر اوقات للكبار، عم يتساهلوا معنا لانه البنات اللي عنا عم ياخذوا 18 موين و18 ونص على بالبريفي وبالسكوند، هالقد عم ياخذوا نتائج حلوه، بيتساهلوا معنا شوي لانه ناجحين هالولاد. بس انه نحن بحاجه لسبور اتيود اكيد، هذا هو كتير بيساعد مع دعم من الدوله ودعم من الوزارات ودعم من الاتحاد، نقدر نبني كلنا سوا، نتفق كلنا مع بعضنا، نقدر نبني فريق ومنتخب حلو وناجح، وخصوصا بهالكومبلكس اللي عم بيطلع. ليش لا؟ ليش شو عنا؟ بدنا مدرب اجنبي؟ منجيب مدرب اجنبي. واحتكاكات اجنبيه، واحتكاكات اجنبيه هي ضروريه. نحن عم نسافر اكثر من 8 و9 مرات بالسنه تنشارك برا تيالو ليل. السفرات مين عم يدفع؟ الاهل. الاهل طب اكثر اليوم. هل رياضه السباحه رياضه مكلفه؟ ابدا بالنسبه لغير رياضات، ابدا معتبرها مش مكلفه ابدا. بس بدك مدرب يمكن وشوية تنويات والقصص. المايويات مش الحال انه موجودين المايويات صح شتا منا كتير. لا منا مكلفة، منا مكلفة يعني ما بتخوف يعني. هذا قصد ما بتخوف ابدا، بالعكس، وبنصح كل العالم يسبحوا كان فتنس او كان كومبيتيشن، هي مردودة للصحة. هيبا مين شجعك تعمل سباحة؟ انت حبيتيها او الاهل او حدا؟ اول شيء اخواتي كانوا يسبحوا وقتها كانوا صغار وشجعوني بلش، مش هيك اكيد اهلي يعني. وربيكا؟ أنا كنت صغيرة، كنت تحبي؟ وكنت كتير رفقة معهم، وإنه قالوا لي إنه إجي أسبح معهم، وأمي شجعتني وهيك. وأنت كمان زيت شيء، أنت العائلة كلهم، خليتك كله، فمجبور مجبور تكون بهذا الإطار. طيب اليوم كيف عم يتم اكتشاف المواهب بالأندية اللبنانية؟ مثل الاكاديميه تبعنا هي ال اس اي، في عندنا بفوت ناس ليرن تو سويم مثل ما قلت لك، منهم بشوف عنده كاليتي للولد. شو هي الكاليتي؟ هذا السؤال. الجليس تبعه، الكولي تبعه بالمي، بيسمع، الكوردينيشن تبعه تكون كثير منيحه، يتجاوب مع الكوتش، يسمع، يحب هالشيء ويكفي، بيطلع من صف لصف من صف لصف. كل هالسبيحه اللي طلعوا وقطعوا قبل واللي عم يطلعوا واللي طلعوا كلهم مرقوا بهالطريقة، من صف لصف صاروا يطلعوا كلاسز، هي بتصير بيعطي نتيجة وبيبين عنده وبتكبر الموهبة معه وبصير يحب مثل حيلا أتلات بالعالم. عم بتخبرني انه في توافق بين الأندية كلكم سوا تعملوا منتخب واحد تحت عنوان لبنان؟ مزبوط، بالبطولة العربية بإذن الله حنعمل منتخب، حنروح بعثة لبنان، حتكون كتير كبيرة وكتير حلوة، غير عن السياسة، حنكون كلنا متفقين مع بعضنا. نحن ما بنعرف نحكي سياسي هون. متفقين مع بعضنا الأندية بإذن الله تنعمل فريق حلو وينافس برا. مزبوط، بالبطولة العربية اللي هي حتصير بأفريل. وين؟ بدبي. كمان بدبي. بدبي لأنه عندهم المجمع، مجمع بالعالم هلا، مجمع حمدان يعني يعتبر من أفضل بالمنطقة كلها سوا. طيب اليوم كمان كلمة العلاقة بالسباحة في لبنان، هل أنت عم بتحس إنه العالم عم بتحب أكثر تمارس هذه الرياضة؟ مزبوط، لأنه اليوم بظل كل الأمراض، بدنا نحكي بس زبالة يعني، الأكل، كل شيء عم بيسبب لنا أمراض بلبنان، هل الهروب أو اللجوء إلى الرياضة بحسلنا وضعنا الصحي؟ ما في شك، ما في شك انه عم بتزيد وعم تتزايد. نقصنا مسابح اكثر اكيد، لانه كل ثلاث ارباع المسابح هي برايفت كلابس اكثر من ثلاث. نقصنا، والدوله بتتحنن وبتعطينا، بتعمل مسابح لهالشعب، بيكون شيء عظيم كثير. رجع قال لي شو؟ حلم؟ لا ان شاء الله بيتحقق، ان شاء الله بيتحقق. اكيد نجيب، هل بيلتهوا هالولاد بشيء له معنى؟ كان للسبق او ما كان سبق، للصحه مردوده كثير مهم، وللجسم البوستور، في ناس عنده مشاكل بتعرف فيها بالخزان، بتكافح الامراض كمان الرياضه بكل شيء، بتضبط الامور كلها سوا. طيب اليوم شو بتوجه كلمه للابطال يلي عم نشوفهم معنا، او لكل يلي بحب انه يتحسن اكثر واكثر، يتوجه على كل الانديه القريبه منه، يمكن ببيروت، بطرابلس، بصيدا، بكل المناطق، بتشجعهم يروحوا يمارسوا هذه الرياضه؟ اكيد بشجع كل العالم يمارسوا هالرياضه. فيها شيء عيوب؟ هذا قصدي يعني، اليوم اللي بيمارسها ممكن ينعطب، ممكن يتعرض لمشكله، ام انه السباحه انا بالنسبه لي هي سباحه رياضه كامله بتشغل كل عضلات الجسم، واكثر اكثر سبور سيف، ما في مشاكل، ما بيعمل مشاكل بالجسم، بس بتغرق ابدا، ما حتى بتغرق سبيح بده يغرق ابدا ابدا.
كل النوادي خير وبركة، بس نحن الأحسن. أنتوا الأحسن. نحن الأحسن. بدنا نشوف النتائج والنتائج الجيدة هذا اللي عم يصير. وأيضا أنت شو طموحك؟ الألعاب الأولمبية ولا لا؟ اليوم بس إنه نحقق نتائج بلبنان. أكيد إنه أقدر أتأهل لليوث أولمبيكس. اللي هو حلم كل إنسان وكل ولد. كل العالم. شيء عظمي. الأولمبيكس استقبلنا مرة كثيرة شفنا. انه من بلد صغير مثل لبنان وكل هالمشاكل انه يكون عندنا هالنتائج، يعني عن جد انتم ابطال ونتمنى لكم التوفيق لاليك ولسيمو وهبه ايضا وجورج ايضا بنتمنى لكم التوفيق ونتمنى نشاط الاتحاد هيك يتكثف ونبتعد شو عن المشاكل. بعتقد هلا خفت شو المشاكل ان شاء الله يا رب. هذا بيقول وان شاء الله السنه الجايه يصير في انتخابات ان شاء الله على احسن. متشكركم نجيب. متشكر احنا كل يلي بيشتغل بتعرف انت، ونحن على كل حال سبونسر للاكاديميه عندكم، ف منوجه لكم دائما هذه التحيه عبر الام تي في، ومنوجه تحيه لكل الابطال الكبار من كل الانديه اللبنانيه، وان شاء الله مثل ما عم بقول جورج نقدر نشارك بشكل ممتاز بالبطوله العربيه اللي راح بتصير بدبي ونرفع اسم لبنان، نحرز كميه كبيره من كل الالوان ومن كل الطوائف. نحن ما بنحب نحكي فيهم هذه الامور اصلا، ما بنعرف ولا واحد من ابطال لبنان شو هي طائفته ولا اي نادي ولا اي انتماء سياسي او طائفي بينتمي له. هذا كان كل شيء، نرجع نلتقي الاسبوع المقبل بحلقه جديده من سكور.